ونبدأ النشرة بتناول واقع السياحة التونسية، ذلك الرافد المهم للاقتصاد الوطني، لنتساءل عن أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع. فما الذي تحقق للسياحة بعد قرابة 4 سنوات من الثورة؟ وهل آن الأوان لرسم ملامح خطة استراتيجية تنقذه من التخبط والارتجال؟ أم أن قدر السياحة أن تعيش الموسمية والمناسباتية؟ هذه الأسئلة وغيرها حاولنا رصد الإجابة عنها في لقاء جمع سلطة الإشراف بأهل المهنة في الوطن القبلي. المديونية وتردي مستوى الخدمات داخل النزول وخارجها، مشاكل قال المهنيون إنها معوقات هيكلية سحبت السياحة التونسية إلى الخلف. سلطة الإشراف بيّنت أن ما وصفته بالإصلاحات الترقيعية والمناسباتية من جهة وغياب استراتيجية سياحية من جهة أخرى عمقت من حدة العراقيل، وقد حان الوقت لوضع أسس الصناعة السياحية التونسية، وذلك رغم قصر مدة حكم الحكومة الحالية وفق رؤية المشرفين على القطاع. الودلوات قاعدين عندهم أكثر من 15 و20 عام، ما عندهمش الإمكانيات باش يتجدوا ويلزمهم تمويلات، والوقت الحاضر تمويلات صعيبة. كان عندك مشروع يقعد 5 سنين وتبدا فيه التو بعد وتخرج بعد عام، مازال 4 سنين هكاهو، كان ما تبداش فيه وانت تخرج بعد عام مازال فيه 5 سنين. صفر هي علامة يسندها العارفون بالقطاع السياحي إلى مدى مساهمة جزء من الثراء اللامادي الذي تزخر به بلادنا في تنويع المنتوج السياحي. هذا التنوع الذي بدأت بوصلته تميل باتجاه إحداث إقامات خاصة، خصوصيتها البعد عن البحر وقربها معنويا من حياة الناس وجغرافيا من المدن العتيقة. ما فماش تنشيط للسواح راهو، فما تنشيط للبلاد للتوانسة، والسواح يسانتاجر يدخلوا في الموضوع هذاك، يدخلوا معاهم. مش معقول باش نقولوا نعملوا فرقة فولكلورية في الهوتيل والدرسون، هذا مش تنشيط. المخزون المادي في تونس عندنا برشا، ولكن ماهوش يعني ماناش كاتبينه، ماناش اون لو بروتيج، معناتها ماهوش فيه الاي بي، ماهوش محمي، فريمون معناتها خسارة خسارة خسارة. راهو انا ساعات ديما موتيفي، اما ساعات نشوف ثم برشا برشا حاجات في تونس، عندنا برشا فريمون ريشيس، معناتها نجموا نوليو سنغافورة نتاع افريقيا. تفاؤل يقول المهنيون انه رهين اراده الاصلاح والقدره عليه، ويضيفون بانهم تخلصوا من حاله الاحباط التي كانوا عليها، لانهم والقول لبعضهم يتكلمون وسلطه الاشراف اللغه نفسها ويمشون على الارضيه ذاتها.